أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم إلى هذه الجولة الخفيفة صح التعبير لأهم وأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم في الجزائر. وكالعادة نبدأ بقراءة بعض من تلك العناوين، ونبدأها بجريدة الشرق اليومي التي تؤكد أن العالم يحتفي بنجاح الجزائر في لم الشمل الفلسطيني، ترحيب عربي وغربي وأسيوي بتوقيع اتفاق المصالحة، تسهيلات لاستيراد السيارات المستعملة، وموقف باريس من الصحراء الغربية ينضج على نار هادئ، البلاد الفصائل الفلسطينية توقع إعلان الجزائر لإنهاء 15 عام من الانقسام، يوم تاريخي، ترحيب عربي وإسلامي واسع باتفاق المصالحة الفلسطينية، مشاكل التأشيرة مع الجزائر ستنتهي خلال أسابيع حسب رئيسة الوزراء الفرنسية، وسيارات فيات الجزائرية بأسعار معقولة سنة 2023. المشوار السياسي، خطة جديدة لوقف تمادي سماسة الأعلاف، بن عبد الرحمن يؤكد أو يقول عيب أن يصل سعر اللحم إلى 2000 دينار سعر اللحم إلى 2000 دينار جزائري. بكل من تزويز وبجاية، ظروف عادية تطبع الانتخابات الجزئية للمحليات، وترحيب دولي متواصل بمؤتمر لم الشمل، إعلان الجزائر يفتح الطريق أمام تحقيق الوحدة الفلسطينية، فيات تسابق الزمن لإنهاء مصنعها في الجزائر، وعودة النمو خطوة ثابتة للاقتصاد الوطني. الحوار، كشف جديد دفتر شروط استيراد السيارات، الوزير الأول يقول 2023 سنة للإقلاع الاقتصادي الحقيقي، الشرفي يقول الانتخابات الجزئية مصيرية للمسار الديمقراطي، وإشادة واسعة بإعلان الجزائر، وانخفاض أسعار السيارات والسماسرة تحت الصدمة. الإخبارية، فتح مجال الاستثمار على مصراعيه للجزائريين والأجانب، احتفاء عالمي بإنجاز الجزائر التاريخي، ورغم أن الاستحقاق جزئي إلى أنه مصيري للمسار الديمقراطي، الانتخابات الجزئية بولايتي تيزي وزو وبجاية. الخبر، ترحيب عربي ودولي بإعلان الجزائر، ووزارة التربية تعيد مئات الموظفين إلى مؤسساتهم، أنهت وضعهم تحت التصرف بالمديريات، ودقنة نور في الصدارة دائما، جني 4 ملايين قنطار من التمور ممتازة الجودة ببسكرة، ولا فمي يراجع توقعاته للنمو الاقتصادي الوطني ب 4.7% في 2022. الصحف الكاتبة بالفرنسية، نبدأ بالسؤال الجزائري. Après l'autorisation d'importation des véhicules, baisse des prix des voitures d'occasion. Ben Abd Rahman révèle 163 milliards de dinars pour le soutien des produits de large consommation. L'unanimité sur l'importance de l'accord d'Alger. Élection locale partielle en Kabylie, retour à la normale. L'expression, ouverture aujourd'hui de l'année judiciaire, une nouvelle étape pour la justice. Automobile, Ben Abd Rahman tranchant. Le bricolage, c'est terminé. Élection partielle à Tizi Ouzou et Bidjaya. Les citoyens au rendez-vous. إذن أحبائي، كانت هذه أبرز عناوين بعض الصحف الصادرة اليوم في الجزائر، ويرافقنا في هذه الجولة الأستاذ كريم العربي الناشط السياسي من تيزي وزو. سي كريم، مرحبا بك، السلام عليكم. السلام عليكم، والسلام على من يتبع قناة المغربية داخل البلاد وخارج البلاد،
وشكرا جزيلا على استضافتكم الكريمة. أعطيك صحة سي كريم. أولا خلينا نبدأ بانتقابات الجزية في منطقة القبائل. كثير من الصحف عادت إلى هذا الحدث وتصريحات شرفي الذي يقول أن انتخابات فاتت يعني في ظروف عادية، ورغم الاستحقاق جزئي فقط لكنه مصيري للمسار الديمقراطي. وش رأيك يعني انتخابات جزئية وحسب حسب آخر النتائج يعني النسبة المشاركة وصلت حتى 40% في بيجاية؟ وش رأيك يا سيدي كريم؟ يعني أولا من يسمع للأستاذ شرفي كي يهضر، وهو الذي بارك وأفتى بحلالي بأن الانتخابات تاع 19% ولا 20% حلال، يعني واحد ينتخب عليه الشعب ب 20% وما ينتخبش عليه 80% حلال عليه يحكم. فأنا أظن بأن تصريحات شرفية لا معنى لها ولا قيمة لها أمام الشعب الجزائري، أو على الأقل الذين لا يشاركونه الرأي. ثانيا أن الانتخابات الجزئية هذه عبارة عن لا حدث في ولاية تيزي وزو ولا في بجاية، ذلك أن نسبة 23% يعني دليل قاطع، يعني شفنا احنا شوية في التلفاز يعني كانت صالة منعدمة الناس، كانت فارغة يعني فارغة يعني فارغة، وهذا دليل على أن الشعب الجزائري قال كلمته وما زال مصمم على ذهاب هذا النظام، ما زال يناضل. لكن سي كريم، لماذا كريم لماذا الشرفي يقول أن هذا الاستحقاق مصيري للمسار الديمقراطي؟ وش من الأهمية يعني حسب رأيك، لماذا يعطوا أهمية كبيرة لهذا مثل هذا الانتخابات الجزئية؟ والله يعني كما يقول في القرآن الكريم زخرف القول غروره، يعني كلام فارغ لا معنى له، ما عندوش حتى معنى يعني كلام. وأنا يعني الكلام تاعي نقولوا شرفي دي لابي تاعك دي الملايين اللي راك تديها باطل هكذا بدون عمل بدون خدمة بدون جهد بدون حتى حاجة، على الأقل ما تزيدش تكذب علينا، ما تقولش كلام لا يرضي الناس، قول كلام معقول، قول كلام سياسي، قول كلام إداري، كلام يعني عنده معنى. ولكن باش تقول واحد يحاول يشبح يعني العجوز تاع 95 سنة في عمرها تحوس تردها 25 30 سنة، مستحيل. أين حاجة ماشي شابة يعني أخطأتم طريق يعني ماشي شابة ما أدير واش تحب، ماشي شابة دير لا مكياج ولا ريح، ماشي شابة معلش. روح موضوع آخر سي كريم فيما يخص الاقتصاد الجزائري. شوفوا حسب الحوار بن عبد الرحمن يؤكد أن 2023 سوف يكون الإقلاع الاقتصادي الحقيقي، البعض شاف الحقيقي لأن ما ننسوش أن تبون هو بحد ذاته قال في 2022 سوف يكون إقلاع الاقتصادي، ولكن حسب بن عبد الرحمن لا، الإقلاع الحقيقي سوف يكون في 2023، وأنه حتى قال أن ربما في عيب كبير جزائريين يشروا اللحم ب 2000 دينار جزائري للكيلو. وش رأيك في هذا؟ أنا نقول للسيد بن عبد الرحمن هو أن ليس المهم أنك تنتقد لأنك راك في منصب مسؤولية، ماشي المهم أنك تقول عيب يباع اللحم ب2000 دينار، ولكن ماذا قمت أنت كمسؤول أول والمسؤول الثاني على الاقتصاد الوطني الجزائري باش المواطن ما يشريش اللحم هذا ب2000 دينار جزائري. ثانيا شفناه يعني المرة اللي فاتت وهو يبكي يعني على المضاربين المضاربة يعني المضاربين. كريم يعني كلامه كأنه هو في المعارضة، كأنه مش مسؤول الأول، كأنه يتكلم باسم المعارضة ويشتكي العيب ولا لا لا. نعم أنا أقول يعني والله أخويا سليم يعني لازم يعرف المسؤولون الجزائريون بأن ما دام ما كش في يدنا ما كش في الذهن تاعنا ثقافة الاستقالة ما نقدروش نديروا إقلاع اقتصادي، ما نقدروش نروحوا للأمام.
ماشي عيب انك تخطئ في حاجه ومن بعد تعترف بانك لست قادر عن فعل شيء، ولكن العيب ان تبقى في مكانك وانت تعلم بانك لا تستطيع حل المشاكل هذه. وبالنسبه للاقلاع الاقتصادي انا يعني لا اظن بان هناك يعني سيكون اقلاع اقتصادي بمن كانوا يعني كانوا لا زولون في الحكم وهم سبب في خراب هذه الامه، خراب هذا الاقتصاد. يعني الاقلاع الاقتصادي يجب ان يكون برجل جدد بشباب جديد بدم جديد، اما هؤلاء فقد اظهروا يعني فشلهم. لكن هذا الكلام كريم، البعض شافوا بعض المراقبين قالوا ان فيه تشابه 2022 تبون نشفوا في بداية 2022 قال ان هذه السنه سوف تكون سنه الاقلاع الاقتصادي، والان ابن عبد الرحمن يقول لك سنه 2023 سوف يكون الاقلاع الحقيقي. يعني واش رايك، يعني متى يكون هذا الاقلاع، 2022 ولا 23 ولا ربما 24؟ 24 يجي واحد جديد يقول لك الاقلاع السريع. واحد يقول لك الاقلاع. انا والحقيقه ان لا اقلاع معهم، لا اقلاع اقتصادي ولا اقلاع سياسي ولا اقلاع اجتماعي، ما دام هؤلاء في السلطه، ما دام هؤلاء في الحكم، فهم لن ينفعوا الجزائر ولن ينفعوا الشعب الجزائري، والخير الكبير الذي يستطيعون تقديمه للشعب الجزائري هو ان يعترفوا بفشلهم ويذهبوا ويتركوا الجزائر زي للجزائريين الحقيقيين والاكفاء الجزائريين. موضوع اخر، قضيه استيراد السيارات المستعمله اللي عندها اقل من 3 سنوات، الكثير من العناوين معظم الصحف عادت الى هذا الموضوع. شوف في الشرق كل تسهيلات لاستيراد السيارات المستعمله، والسوار درجي يؤكد ان فيه اون باس دي بري دي فواتور دوكازيون، وان السماسره اللي يعاودوا العيب على البيع راهم في صدمه. يعني الان شوف ما بالش هل حقيقه الاسعار هبطت بزاف؟ بصح واش رايك يعني في هذا الكلام؟ هل يعني الجزائريون حقيقه هم مشغولين بقضيه السيارات؟ يعني كاع الجزائريين عندهم امكانيات باش يشيروا السيارات ولو مستعمله؟ يعني اظن بان اخواننا يعني الاقتصاديين يعني واعطوكم الصحه انتم يعني فيما في قناه المغاربيه اعطيت لهم الفرصه واعطوا بين ووضحوا يعني في عيوب هذا القانون، وحبذا لو ان المسؤولين الجزائريين يعني ياخذوا بعين الاعتبار النصائح التي قدمها الخبراء والاقتصاديون في هذا الميدان. ولكن بالنسبه لي انا يعني الشعب الجزائري ما راهش يحوس على الطوموبيل، ما راهش يحوس على السيارات، يعني بقدر ما راه يحوس يبحث الان على 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 عمل، على لقمه العيش، على يعني باش ينهي ازمه الحليب، ازمه الطماطم، ازمه الزيت، ازمه لا لا. لكن كريم الحق يقال، يعني لو كان تروح سوق التجلة سي كريم، لو كان تروح الان سوق التجلة بين تروح الاسواق تاع السياره تلقى معمر بالناس، وراه الناس يساوموا يشريوا بطبيعه الحال. هو هذا ليس بشيء غريب، ليس بشيء غريب، لان الان الانسان يحتاج الى سياره، خاصه كي نشوفوا يعني الضعف الخدمه تاع الحافلات والقطارات ومشاكل النقل في بلادنا، غلاء ما تذاكر، لابد الانسان يحاول يقتني هذه السياره لكي يعني يكفل لعائلته يعني النوع من الرفاهيه. ولكن ليس كل الجزائريين بامكانهم يعني اقتناء هذه السياره. والنقطه يعني التي اخشى مثلا انا تكون يعني في هذا القانون، انه مثلا لو ان يعني القانون هذا جمد يجمد في المستقبل ولا ما يخدموش به ولا، فهنا تخشى ان السماسره يعني الان السوق السيارة تمتصه المافيا، مافيا سوق السيارات، وإذا جمد مثلا القانون هذا ولا ممكن أن تعود يعني الأسعار ترتفع بصفة جنونية،
والمستفيد الأول بعد ذلك سيكون هم السماسرة، هم الناس الذين يتلعبوا بالسوق. صح. لهذا يعني احنا ما نخشاه، يعني لأن الحكومة تاعنا متذبذبة في إصدار القرارات واتخاذ القرار. صحيح. لا 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 لا. صحيح. موضوع كي نشوفوا مثلا ضعف الحكومة، ضعف الوزارة تاعنا، ضعف رؤساء الحكومة، يعني من خاصة نقولوا من التسعينات إلى يومنا هذا، يعني المسؤولين تاعنا راهم ضعف، من الضعيف إلى الأضعف. من الضعف إلى الأضعف. نبقى ما دام تتكلم على ضعيف للأضعف، حنا نتكلموا ربما الآن من القوي للأقوى. ما حسب الصحافة الدبلوماسية الجزائرية سجلت هدف إن صح التعبير فيما يخص لم شمل الفلسطينيين، يوم تاريخي حسب البلاد، العالم كله يحتفي بإنجاز الجزائر التاريخي، ولم شمل الفلسطيني هو نجاح للجزائر حسب الكثير من الصحف. وش رايك من هالعناوين؟ يعني العالم كله فرحان بهالعناوين. مبالغه على كل حال، فيه مبالغه رغم انني يعني ابارك الاخوه الفلسطينيين على هذه الخطوه العملاقه ان كانت حقيقيه هكذا، يعني وان كان فيها الدوام، لان شفنا القوى الفلسطينيه يعني في عده مرات يجتمعوا في اي بلد من البلدان العربيه ولا الاسلاميه، يرفعوا الايدي تاعهم، يديروا لوفي هذاك ويعطوا الاناشيد الوطنيه تاعهم، وبعد شهر ولا شهرين واحد فيهم يقلب طبله على الجميع. ولكن هنا في الجزائر حبذا لو ان يعني سياسه لم شمل هذا، يعني عند التبون ولا الدبلوماسيه الجزائريه، لو انهم فكروا في لم شمل الجزائريين اولا. حنا عندنا مثل في القبيليه يقول لك وين يبغى نبي زورن في هذه زوار سكوتي خا، يعني اللي يحب الوعده يعني تاعو تقبل ولا يروح يزور لازم يزور اولا اهل بيته. لحب يدير يعني لحب يدير الخير، يدير الخير في اهله اولا، ثم بعد يدير الخير للاخرين، هكذا حبيت تقول. بارك الله فيك، يعطيك صحة. حنايا عندنا هذه هي تبون مثلا اذا كان حب يلم شمل الفلسطينيين، ونحن نبارك له ذلك ونساعده على ذلك، ولكن الاولى انه يفكر الان في كيفية لم شمل الجزائريين. كيفاش انت راك تقول للسياسيين السياسيين الفلسطينيين راكم شعب واحد، ما لازمش يكون الصراعات، ما لازمش يكون هكذا، ولكن انت يعني لك كمسؤول عن الجزائر راك مازال الى يومنا هذا الناس في السجون، مازال الحركيون يحاسبون ويحاكمون بالسجن. رانا عرفنا مؤخرا يعني فضيل بومالا كيفاش يعني حكم عليه بسنه سجن نفيذ وغرامه ماليه كبيره. يعني لا يمكن ان نبارك، لا يمكن ان يبارك الله سبحانه وتعالى في 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 عمل كما هذا. انت يراك تحقر اولادك من جهه، وبعد تروح تعطي الصوره للاجانب بانك تسعى الى توحيدهم. موضوع اخير سي كريم، جاء به البلاد تصريحات بورن رئيس الوزراء الفرنسيه اللي على بالها جات الايام الاخيره للجزائر. تصريحاتها بعد عودتها إلى البلاد إلى فرنسا تقول أن مشاكل التأشيرات مع الجزائر ستنتهي خلال أسابيع. خبر مفرح يا سي كريم. خبر مفرح بالنسبة للناس اللي حبوا يحرقوا، وكا باش أوليو يحرقوا يروح ربما تصح لهم الفيزا يروح، ولكن المؤسف له هو أن حنايا مثلا الجزائريين حبذا لو اننا بقينا كلنا في بلادنا، رانا هنايا باش نخدموا على بلادنا، لازم نحافظوا على انا اتذكر جيدا واحنا في شباب، يعني في عز الشباب تاعنا في الليسي ولا هكذا، كان الناس كانت تخدم اخويا سعدي تخدم هنا في الجزائر، وراحوا للسويد، راحوا للدنمارك، راحوا لكندا، راحوا يعقب لي فاكونس تاعو ويولي. ولكن الان مع الاسف
يعني الجزائريين اللي يخرج للخارج ما يوليش يحرق الفيزا تاعو باش يبقى، ولكن نورمالمون الدولة هو الحفاظ على الشباب، هو الحفاظ على الأدمغة، هو الحفاظ على الشعب تاعها داخل بلاده، ما طرناش به إلى الخارج. والتأشيرة هذه بطبيعة الحال الفرنسيون لن يعطي التأشيرة لكل الجزائريين، مستحيل، ولكن التأشيرة ستكون يعني بغربال. واش يديو للمايور، يديو لزبدة المجتمع، زبدة الطلبة، زبدة الناس الخيرين من الجزائر، واش يبقى بعد في الشعب؟ إذا صفي المجتمع الجزائري من صفوته وخيرة أبنائه، شكون يبقى هنايا يبني الجزائر؟ شكون يبني يخدمها؟ أنا أظن بأن مشكلة التأشيرة عيب على الدولة، ولا عيب على مسؤول في اي دوله يتكلم يقول لك نهينا المشكل تاع الفيزا. عيب على الكبير، ونتاسف يعني ان بعد نجي نهضروا على الدبلوماسيه الجزائريه نقولوا انها في قمه الرفاهيه ولا. طيب شكرا، بارك الله فيك يا كريم العربي، ناشط سياسي كان معي امتزاز، وشكرا جزيلا اخي العزيز. الى ان احبائي وصلنا الى نهايه هذه كما قلنا جوله لاهم أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم في الجزائر. وكالعادة اخترنا لكم بعض الكاريكاتيرات أو رسومات من بعض الصحف، وعلى هذا نقول لكم بقوة على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.